وهذا سائل يقول: أنا شاب متزوج ولله الحمد وعندي أولاد، ولكن أريد أن أتزوج زوجة ثانية، ولكن أبي قال لي إذا تزوجت لست أبوك، علما أن لي عند أن عندي بيتا ملكا لي، فهل إذا تزوجت أكون عاقا لأبي؟ أفتون مأجورين. لست عاقا لأبيك، هذا حق أعطاك الله إياه، وليس على أبيك ضرر من هذا، فلا مانع أنك تتزوج وترضي أباك تقنعه، وأما أنه يمنعك من الزواج مرة ثانية ليس له الحق في ذلك، أن يمنعك من شيء أباحه الله لك.